طبعاً بعرف هاي المعلومة صح؟ ليش ما عم يشتغل هالموبايل؟ كيف بدي خبر لكان انه كنت محبوسة؟ صارت اكثر من 10؟ معقول؟ بركي هلا لكان اجا وهاجم القصر؟ عن جد اشتقت لهالحكي. هذا أول يوم إلك بالمدرسة يا ابني صح؟ بس أنت ما رح تروح بالسيارة لأنه أنا رح أحملك على كتافي كل الطريق. يلا ساتش. يلا يا حصاني خدني على المدرسة. ليش خايف؟ يلا لا تنسى انه ابوك رح يكون دائما معك، وبتعرف انه قبل ما يفكر حدا يقرب عليك او يقوصك رح يضطر يواجه فولان ثاكور قبل، فهمت؟ ساتش ابني شبك؟ شو عم بيصير لك؟ ساتش اسمعني، اذا مفكر يا ابني انك في حال قتلتني رح تنهي هاي المشكله على الاخر ويرتاح قلبك، فيك تقتلني بدون ما تتردد ولا لحظه، وكون متاكد اني رح سامحك اذا قتلتني لهالسبب. يا أبي أوص هدول الرصاصات بقلبي لأنه أنا لازم موت هلأ. كان بدي أقتل الرجال يلي علمني كيف أمسك المسدس وأوص فيه، أنا واحد شرير ما عم بعرف شو التفكير الغبي هاد. أنا هلأ صرت أكره حالي كتير يا أبي لأني حاولت أني أقتلك اليوم. أنا واحد زليل يا أبي بس. زليل ساتش مستحيل حدا فينا يقدر يكون منيح أو سيء لهالدرجة الكبيرة. لازم تعرف إنه كل واحد فينا عنده حسنات وسيئات، حتى أنا. فولان ثاكور هيك كمان. أنت صحيح كنت عم بتحاول تقتل أبوك اليوم، وأكيد كانت فكرتك غلط، بس أنت ما قدرت تعملها، وهذا كان كتير منيح. صح في كتير شغلات ما بحبها فيك وبحسها غريبة، بس هذا ما بيعني إنه أنا ما بحبك لأنك ابني الكبير. وصدقني أنا كتير فخور فيك، لا تنسى هذا الشيء بعمرك. أنا آسف يا أبي ما بعرف بشو كنت عم فكر، أنا بعتذر كتير منك سامحني. عم تسمعوني؟
إذا عم تسمعوني افتحوا لي الباب، بترجاكم افتحوا لي. شبك؟ مين سكر عليك الباب؟ استني اسمعيني. على فكرة خيانة بونان فادتني كتير، كان بدي اقتل الحراس بس لقيت الملك والأمير هون، وهلأ رح أوصل وهيك بونام رح تصير لألي، ومو بس هيك أنا رح صير ملك بيجو سراي. شكله حديث كتير مهم. مين هنيك؟ بابا! بابا! انتبه! انتبه! بريم! بريم! أبي! أبي! أخي! 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 يلا في! أخي! أبي! أنت منيح؟ يلا أخي! أبي! حاطوا المعلم من كل الجهات، حتى لو خسرنا حياتنا ما لازم يصير شي للمعلم، انتبهوا منيح! بريم! بريم! أخي! ابني! قوم! أخي! حبيبي! رد علي! يلا ردي علي حبيبي، يلا قوم، يلا خدوه خدوه، عم ينزف، اعطيني البارود بسرعة، عم ينزف. لا كان ساتش، خد بريم لجوا بسرعة. بريم شد حيلك. زدت القنبلة. كان جاي هو ورجاله يا معلم.